اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان. المهم الاخوان، موقع جديد ديال الاستثماري حتى هو كيف ما المواقع القديمه، جي من الخوت كابيتال. المهم غادي نحاولوا نشرحوه ونحاولوا نشوفوا الحق هذا شويه في التسجيل، شويه معقد. المهم الاخوان، سوب مايت الدراري، كتجي هنا كدير السميه ديالك، وهنا كدير عاوتاني سميه الكنيه، هنا الباسورد، هنا كدير العنوان ديال المحفظه ديال التيرترون ديال تير اكس ولا ديال الايتريوم ولا بي ان بي ولا فهمتي، وهنا كدير الايميل كتعاودو صافي وكتخرج فيه حالاتك. انت دير غير الادريس ديال تي ار سي 20، يوزر نيم، باسورد والايميل ديالك، وخرج فيه حالاتك. انا الدراري راني مسجل فيه. المهم انا باقي الاخوان باقي ما فاهمش فيه بزاف ديال الحوايج. المهم الاخوان غادي نحاولوا نشرحوه، نتمنى الشرح يكون هو هذاك. هادي ماشي نصيحه استثماريه للشباب، قلبوا مزيان، قلبوا مزيان في السيتات وعاد دخلوا استثمار فيه ولا غادي تستثمر. اوكي، هما الاخوان ديال الواجهه ديال الموقع، هنا كيبينوا لك ديال التريد اللي كاين حاليا، التريد اللي كاين في هذا في السوق. المهم شنو عندنا هنا الاخوان؟ عندنا الويدرا، عندنا الديبوزيت، عندنا هنا الا بغينا نديبوزيو كيعطيك تشري، كيعطيك تشري واحد البلان. اوكي، كاين الباسيك اللي هو ب 30 دولار، وكاين هاد البلان ما عرفتش شنو سميت هاد المصيبه هادي، ما عرفتش التسميات، الخطه التنويه والخطه التمثيليه. المهم الشباب قلبوا علينا عاوتاني، ردوا هادشي هذا ما عرفتش. عندنا البلان الاولاني اللي هو ب 30 دولار، كيعطيك 15% ديال البروفيت، اللي هي 15% غادي تجيك 30 دولار، غادي تجيك الدراري شي 7 دولار فاصله شي حاجه في النهار، 7 دولار فاصله شي حاجه. المهم كاين البلان الثاني الاخوان اللي هو من 750 دولار حتى 2999، اللي هي ما عرفتش شحال داك الشيء تساوي. عندك 35%، عندك البلان الثالث الدراري اللي هو 3000 دولار، غادي هذا الشيء ما نهضروش عليه، 80% في البروفيت ديالو الشباب. المهم القضيه باش غادي تخدم به، كتمشي كتجي كديبوزي، كديبوزي نورمال، كتشرى ديبوز. حنا غادي نحاولوا نشوفوا الموقع واخا انا ما عرفتش مزيان. المهم انا كدير عندنا البلان اللي غادي دير هنايا، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. انت الا بغيتي دير 30 دولار هنايا، غادي تختار شنو الاس دي تي اللي هي 30 مينيمو 30. الا جينا لهنا نقلبوا لهذا، كنظن لا ما غاديش تقلب. اوكي، هنا 30 دولار مينيمو اللي غادي يمكن لك الديبوزي، 30 دولار. اوكي، تشرى ديك كتشرى البلان ديالك، كتشرى نورمال. هنا خلاص الويد دراو، الويد دراو ملي كتسجل، كتسجل عندك هادي هنايا مينيمو ديال الويد دراو، ما عرفتش شحال مينيمو ديال الويد دراو، اللي هي اكونت مينيمو ديال الويد دراو. الدراري ما دايرينش شحال، كنظن الى غدا تكون 10 دولار، كنظن واقيلا. المهم ما عليناش، السيت باقي ما فاهمش فيه بزاف ديال الحوايج، فهمتي السيف ما السيت ما واضحش مزيان. هذا عندنا البروفيل خلاص، عندنا ديبوزي هيستوري باقي ما مديبوزين فيه حتى شي حاجه. عندنا هنا يورنينغ هيستوري، ما باقي ما يورينا حتى شي لعبه. عندنا الويد دراو هيستوري، ما كاين والو. ريفيلر باقي ما دخلنا حتى شي واحد الاخوان من الريفيلر. عندنا هنا سيكوريتي، الا بغيتي واقيلا دير ما عرفت شنو هاد المصيبه هادي. المهم ديتكتي براوزر شانج، المهم هادشي اللي بغيتي ديال السيكوريتي هادشي ما عندنا ما نديرو به حنايا. حنا المهم اللي تيهمنا الاخوان هادشي كامل في هاد الموقع هذا هي الديبوزي والبلان اللي غادي تشري والويد دراو، شي حاجه اخرى ما تهمناش حنا، ما عندنا ما نديرو بداك الشيء كامل. الناس اللي باغيين انهم يدخلوا للسيت، انا تنعاود عليكم الاخوان، انا ما كنشوفش بنادم كنقول له لا دخل للسيت، شوف اخويا الموقع بان لك هو هذاك، ما بان لكش ما تدخلش فيه. انا بان لي الموقع الدراري، انا مشيت هضرت معاهم قال لك دير لنا فيديو الى اخره، الموقع بان لي ماشي حتى لهيه فهمتي، ما مديزاينيش مزيان، مديزاينيش مزيان. المهم انا بغيت غير ندير الفيديو باش يبان لهم راه داير الفيديو، انا راه تنجيكم صريح، ما كاينش شي حاجه ديال كذب عليكم ولا شي لعبه. المهم انا ما انفيستيتش في هذا السيت هذا، كون كانوا هما بغاو انفيستيو انفيستيو شغلهم هذاك. المهم انا داير الفيديو بواحد المبلغ، غادي ندير لهم فيديو غادي نعطيه لهم. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الموقع هذا،
موقع تتقلبوا مزيان، الناس اللي شافوا الموقع هكا تتقلبوا في يوتيوب مزيان الاخوان، وعاد دخلوا له. اوكي، انا غير درت لكم الفيديو باش يبان عندهم هما. والسلام عليكم وتهلاو في راسكم.